في الأسبوع الثاني من تحديث لعبة أرينا بريك أوت السيزون الرابع بدأ تحديث مهام الشخصيات لرفع المستوى من أجل الحصول على الأسلحة الجديدة، وده تقريبا اللي كان شاغل بالكم الفترة اللي فاتت، وهو إزاي نرفع مستوى الشخصيات إلى مستوى 4. بصراحة أنت اللي كنت مستعجل وعايز كل حاجة تكون متوفرة في أول يوم من التحديث. الاول انا بشكر كل اصدقائي اللي متابعيني على قناه فيديو جيمز. لو انت لسه اول مره تشوفني في القناه اتمنى انك تنزل تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحتى انت لو خلصت المهمات الاسبوع الثاني برضه مش هيبقى كافي ان انت توصل مستوى الشخصيه الى مستوى 4، فانت بيطلب منك برضه تنتظر للاسبوع القادم عشان خاطر تخلص باقي المهمات بتاعه الشخصيه، لان الاسبوع الثاني اخرك هيوصلك لليفل 2، وكل اللي عليك تعمله انك تنتظر للاسبوع اللي بعديه عشان تكمل باقي المهمات عشان توصل المستوى لليفل 4. نروح على طول للسيلفر كوين، وطبعا كان في اسئله كتيره بسبب المتجر اللي هو الخاص بان في كوينات اللي هي السيلفر. طبعا يا شباب المتجر حاليا ده هيكون ثابت معاكم على فكره، يعني مش هيتشال يعني، لكن الكوينات اللي هي السيلفر ديت لسه هيكون لها مهمات تانية بعدين، يعني هي لحد دلوقتي ما فتحتش اساسا، فانت دلوقتي ولا تعرف تشتري ولا في غيرك هيعرف يشتري منها، لان هي دي حاجات لسه ما فتحت. تقريبا نفس نظام العمله الذهبيه اللي موجوده، وانت حاليا نفسك يعني ما بتعرفش تشتري العملة الذهبية اللي موجودة، هي ممكن انت مثلا بيجيبها لك ما بيقابل منها فلوس، يعني انت مثلا في حاجة بتتباع بالعملة الذهبية فانت عشان تشتريها فيجيبها لك بمقابل الفلوس ان انت بتدفعها ويحولها لك لكوينات ذهبي عشان تشتري الحاجة اللي انت عايز تشتريها. وممكن تيجي لك في حدث انت مش اخدت 60 عملة كوين ذهبية في اول لما سيزون فتح كهدية ليك، هي ممكن تيجي لك برضو في احداث زي كده مثلا ويوفر لك برضو بعض الكوينات السيلفر، لكن هي لحد الان لم يفتح اي شيء، يعني هي لسه ما اشتغلتش اساسا يا شباب، وما تشغلش بالك دلوقتي، اول ما تفتح هنقول لك على طول ان العملات دي فتحت واشتغلت. سواء كنت مع فريد او باندول، من اعتبر من اهم الاحداث اللي نزلت في السيزون الرابع تقدر تجمع كوينات التيفلا او كله، ولو انت محتاج اسلحه ومعدات تقدر تجمعها في الحدث ده، الحدث ده ما بيتعوضش. كمان في انت بتسال هل اللعبه كلها بوتات؟ اقدر اقول لك يا صاحبي انت اساسا لما بتنزل لو بصيت على يمينك او على شمالك هتلاقي سكوادات ثانيه غير السكواد اللي انت بتنزل معه، يعني 12 فريق بتلعب معه مقابل نفس الشيء، يعني انت 12 قصاد 12، عندك 12 فريق وبص وثلاث مساعدين او ثلاث حراس البص. هل اللعبه فيها بوتات؟ اه طبعا هي فيها شويه بوتات، لكن مش كلهم بوتات يا شباب، ففي سكوادات بتنزل معاك زي ما انت بتنزل مع سكوادات، في المقابل في سكوادات ثانيه بتنزل قدامك، بتاخد نقطه على البوت وكمان بتاخد 3 على اللاعب اللي تقتله وكمان 10 نقاط على البوس اللي انت هتقتله. اجي هنا بقى احكي لكم عن مشكله كبيره جدا حصلت معايا، وهي مشكله البنك العالي. ساعه ما التحديث ما نزل وانا ما بعرفش العب نهائي بسبب البنك العالي في اللعبه، وده سبب لي مشاكل كتيره جدا وخساره كتير جدا في اللعبه. انت عارف انت لما انت تبقى ماشي متقدم في مكان وتلاقي اللعبه بترجعك لورا تاني، انت فاهم القصه ماشيه ازاي؟ يعني انت بتجري لقدام في مكان معين وتلاقي اللعبه رجعتك تاني سنه لورا، كانك انت ما رحتش الحته اللي انت كنت رايحها دي. ده كان بيحصل معايا ده، وده خسرني كتير جدا. بفوجئ بلاقي نفسي في لعيب قتلني في كده، وانا ببقى اساسا واخد كفر، المفروض ان انا اخدت كفر خلاص في مكان ما، بلاقي نفسي رجعت بقيت لوحدي في الفضاء. يعني الموضوع كان صعب عليا خالص بسبب مشاكل كتير جدا، وطبعا سبب لي في مشكله كبيره وزعل ناس مني اساسا كمان في اللعبه. يعني برضو كان في سكواد قدامي فانا بحذف عليه مولوتوف، والمفروض اللي انا حذفت عليه هو مولوتوف، لكن لما الصوره رجعت تاني لورا اتلقيت ان مولوتوف نزل عليا انا والراجل اللي معايا، فاحنا الاثنين طبعا متنا، فالراجل فكر ان انا اساسا بحذف عليه مولوتوف عشان اقتله، فعمل فيا روبوت، وده بوظ لي حاجه كبيره جدا، وهو مستوى الجداره بتاعي نزل اساسا لمستوى 3. فمن بعدها ما كنتش بعرف العب طبعا اللعبه خالص، لازم انزل سولو بس مثلا عشان خاطر اعلي مستوى الجداره تاني، ودي طبعا كانت المشكله التانيه اللي هي مشكله الجداره دي، عشان تتعليها فكانت مشكله. فانا طبعا عشان الحل يعني للموضوع ده كله اللي انا قدرت اعمله، اول حاجه قلت لازم اتخلص من موضوع البنك العالي في اللعبه،
وده اللي خلاني مسحت اللعبة نهائي خالص ونزلتها من اول وجديد، لكن ما حملتش حاجة. يعني انا حملت الخرائط لكن في الجزء الخاص بالـ HD اللي هي الخاص بالجرافيك الـ HD دي انا ما حملتهاش نهائي. اللي موجودة ده شباب اللي هو الجرافيك الـ HD طبعا دي انا ما حملتهاش لان دي كانت تقريبا عاملة فيها مشكلة بالنسبة لي لما انا حملتها مع التحديث اللي فات. لكن انا دلوقتي نزلت اللعبة من اول وجديد وحملت الخرائط بس، ما عملتش اي حاجة تانية، وده اللي خلى اللعبة بدأت تشتغل معايا بشكل كويس غير الاول خالص. الاول كانت اللعبة بايظة نهائي. والمشكلة التانية مشكلة الجدارة، فدي انا نزلت سولو طبعا لعبت مغلقة كتير جدا. ما انت عشان تعلى تاني بالكود مستوى الجدارة بتاعك لازم تلعب تنزل مغلقة كتير. طبعا انت كده هتنزل سولو لان ما فيش اللي انت تقدر تلعب حتى مع لعبة عشوائي، مش هتعرف الحدث اللي هو الشغال ده مش هتعرف تلعبه، فانت لازم تعلي مستوى الجدارة بتاعك تاني يعلى. فده اللي انا عملته، نزلت طبعا مغلقة كتير لحد ما انا رجعت تاني لمستوى الجدارة بتاعي. ودي طبعا كانت مشكلة كبيرة انا برضو قلت احكيها لكم عشان اللي واقف مع موضوع البنك يعمل تمسح اللعبة وما تحملش الخاص اللي هي الـ HD اللي هي الجرافيك الخاص بالـ HD. ولو كمان مستوى الجدارة بتاعك عايز تعليه هتنزل مغلقة وتلعب سولو، هتلاقي المستوى الجدارة بتاعك ارتفع على طول على طول. يعني انا الموضوع ما خدش معايا نص يوم بصراحة، فالموضوع مشى معايا على طول وقدرت ان انا اعلى تاني بالمستوى الجدارة بتاعي. وفي النهاية شباب انتظر تعليقكم بخصوص لعبة ارينا بريك اوت السيزون الرابع. لو عجبك الفيديو يا شباب ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية كتيرة جدا. اشوفكم على خير وسلام.